السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الزيانة وهنكمل يا ولاد شرح primary 6 revision sheet answer. okay. هندخل دلوقتي في البروبلمز. احنا خدنا السنة دي حاجة جديدة علينا، احنا كنا بناخد الكلام ده في primary 4 كده حاجة بسيطة، primary 5 ما خدناش problems، في primary 6 خدنا problem، والبروبلم دي لازم تيجي في الامتحان وبيكون عليها درجة كبيرة، خلي بالكم يعني بيكون عليها في حدود 4 درجات، فده درجة كبيرة، فالمفروض ان احنا نركز جدا جدا في من 2 لـ4 درجات يعني في البروبلم بإذن الله. تمام يا ولاد، احنا عندنا قانون البروبلم انا معلمه لكم ان هو حاجه سهله جدا وبسيطه جدا ومش محتاج لاي حاجه. البروبلم عندنا تو تريانجلز اللي انا معلمه لكم دول، انا رسمه لكم فوق اهو. التو تريانجلز الماجيك تريانجل ده بيسهل لي جدا في حل اي مساله. المهم التو تريانجلز دول انا برسمهم ازاي، يعني مش مهم ان انا ابقى عارف ان في تو تريانجلز وابقى مش فاهم برسمهم ازاي. الاثنين يا ولاد بكتب الويت اوف ايرث فوق، يعني سواء الترينجل نمبر 1 او ترينجل نمبر 2 انا بكتب فوق الويت اوف ايرث، تحت بقى في ترينجل نمبر 1 بكتب ماس باي 10. ماس باي 10 انا عارف ان الويت اوف ايرث ايكوال ماس باي 10. تمام. طيب بالنسبه للترينجل الثاني برضو ويت اوف ايرث، انا عايزه اعمل علاقه بقى بين الويت اوف ايرث والويت اوف مون، فانا بحتاج اعمل استخدم الترينجل الثاني لان هو في علاقه بين الويت اوف ايرث مع الويت اوف مون، فالويت اوف ايرث ايكوال ويت اوف مون باي 6. ليه؟ لان الويت اوف ايرث اكبر بكتير من الويت اوف مون، عشان حجم الايرث الحجم بتاعها اكبر من حجم المون، فاكيد الويت يعني قوه جذب الارض للاجسام فيها هتكون اكبر بكتير من الويت اوف مون. تمام، واحنا عارفين ان gravitational force affected towards the center of the earth. تمام، نيجي بقى للبروبلم. انا في البروبلم بشوف هو مديني ايه. تمام، خليكم معايا. ايوه، number one if an object mass equal 60 كيلوغرام، يبقى هو مديني الايه الماس، يبقى معنى ذلك ان انا هشوف ابص على طول على الترينجل الاولاني. تمام، لان هو اللي فيه الماس، هو اللي فيه كلمه ماس، صح، هو اللي فيه ماس. تمام، on the earth surface calculate its mass on moon's surface. تمام، هنا ما تلخبطش لان الماس constant not change. اما يقول لي ان الماس on earth equals 60 كيلوغرام، عايز الماس on moon، الماس on moon not affected يعني ما بتتغيرش، يبقى هقول له الماس of moon equal الماس of earth equal mass of moon equal الرقم اللي مديهولي اللي هو 60 كيلوغرام، يبقى انا كده جاوبت على اول حاجه صح. طيب السؤال اللي بعده او نفس يعني السؤال في جزء تاني، اخد بالي قوي من الموضوع ده. ماس اون مون سيرفس اند ويت اون ايرث، يبقى انا عرفت الماس، عايز بقى اجيب الويت. الويت في الترينجل الاولاني لان هو مديني الماس، فالويت ايكوال ماس باي 10. الماس بكام؟ 60 باي 10، يبقى عندنا 600 نيوتن. وانا استخدمت ليه الترينجل الاولاني مش استخدمتش تاني؟ عشان هو مديني الماس، ماشي، فانا لازم استخدم ده. حتى لو هو عايز ترينجل تاني هيكون طالب ان انا اطلع الايه الويتون مون، ده حاجه تانية. هو هنا ما طلبش الويتون مون، هو هنا طلب الويتون ايرث اونلي، وهي ده الترينجل اللي بيديني علاقه الويتون ايرث مع الماس. طيب البروبلم التانية، an object mass on earth equals 6 كيلوغرام، calculate weight on earth، طبعا نفس ترينجل weight on earth equal mass by 10، هو مديها لي 6 الماس، يبقى 6 باي 10 اكس ايكوال 60 نيوتن. واخد بالي قوي اي ويت بنيوتن، اي ماس بكيلوغرام. تمام، نمبر 2 عايز الويت اون مون، ده بقى عايزني استخدم الترينجل الثاني. ما دام قال لي الويت اون مون يبقى عايزني استخدم الترينجل الثاني، يبقى الترينجل الثاني في علاقه بين الويت اوف ايرث والويت اوف مون. انا طلعت الويت اوف ايرث خلاص بقى عندي معروف، فاقوم حاطاه وحطيت السكسي اللي انا طلعتها ديفايدد السكس من تريانجل يدينا التن، لان الحاجه اللي انا ببقى عايزاها بخبيها. تمام، نمبر 3 if an object's mass equals 30 كيلوغرام on earth calculate mass on moon، عايز الماس on moon، طبعا ما يلخبطنيش انا الماس not change، فماس on earth equal mass on moon equal 30 كيلوغرام. تمام، عايز بعديها الايه الويت on earth، الويت on earth يبقى من الترينجل الاولاني لان الترينجل التاني فيه علاقة الويت of earth مع المون، هو مش قايل لي دلوقتي، هو عايز الويت on earth equal mass by 10 30 by 10 equal 300 نيوتن كده. تمام، number 4 if the weight of an of a body on moon، هو دلوقتي مديني الويت بس على المين يا ولاد؟
على المون، يعني مديني اللي في التريانجل التاني كام؟ 100 نيوتن. calculate weight on earth. تمام، طب هو مديني الويت on moon وعايز الويت on earth، سهلة قوي. يبقى الويت on earth equal weight on moon by 6 زي ما مكتوبة عندي بالظبط في التريانجل نمبر 2. تمام، يبقى هو مديها لي ان هي 100 by 6 يبقى دينا 600 نيوتن. طيب عايز الماس on moon. تمام، هو انا دلوقتي طلعت الويت on earth. طب انا كده ادخل على التريانجل نمبر 1 بقى، بعد ما خلصت التريانجل نمبر 2 ادخل على التريانجل نمبر 1، يبقى ده من التريانجل نمبر 2 وده من تريانجل نمبر 1. عايز الماس، الماس ايكوال ويت اون ايرث ديفايدد 10. ويت اون ايرث اللي هي كام؟ 600 ديفايدد 10 يدينا 60 كيلو جرام. 600 ديفايدد 10 يدينا، هنشيل الزيرو مع الزيرو يدينا 68 كيلو جرام. تمام كده انا خلصت البيج دي، نجيب البيج اللي بعدها. ان اوبجكت هوز، تمام خلاص اوكي. An object whose mass on earth، هو مديني الماس على الارث كام؟ 6 كيلو جرام. تمام، انا مش معايا البنلي. تمام اوكي ماشي، مديها لي ان هي كام؟ 6 كيلو جرام. ايوه خلاص البن اشتغل. اوكي ده مين؟ ده دي الماس. كالكوليت ذا ويت اون بوث، عايز الويت على حاجتين، على الارث وعلى المون. تمام، يبقى هو عايز حاجتين، يبقى الويت على الارث ايكوال ماس باي 10، ويت على الارث ايكوال 6 باي 10 لان مديني الماس بكام؟ ب 6، يبقى 6 باي 10 ايكوال 60 نيوتن. طب الويت على المون ايكوال ويت على الارث ديفايدد 6، يبقى 60 ديفايدد 6 ايكوال 10. طيب السؤال اللي بعده كلها نفس السيستم بنفس الطريقه. ان اوبجكت هوز ماس اون ايرث ايكوال 12 كيلو جرام، كالكوليت ويت اون ايرث. الويت اون ايرث ايكوال ماس باي 10، مديها لي 12 باي 10 120 نيوتن. طب الويت اون مون، ويت اون مون ايكوال ويت اون ايرث ديفايدد 6، يبقى 120 ديفايدد 6 ايكوال 20 نيوتن. تمام هنبدا في اسئله الجيف ريزون. جيف ريزون فور ذا فولوينج، انا هنهي ده الفيديو ده كده وابدا المره الجايه في اسئله الجيف ريزون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.